اوكي يا جماعه، هنلعب لعبه واللي هي بالزهر هاد، تمام؟ وحنشوف بهاللعبه مين اللي حظه حلو. شكرا انك مركز معي. حنشوف شو فؤاد اوكي، حنشوف بهاللعبه مين اللي حظه مش حلو. ما بدنا انت سريعه حظي ما حلو. المهم اللعبه حتكون انه كل واحد حيرمي الزهر، تمام، على الطاوله هاي، وبده لازم شو الرقم هو المميز انه الواحد لازم يجيب بالزهر؟ ستة، صح؟ ايه. اوكي، بهاللعبه انت قبل ما تبلشي، قبل ما ترمي الزهر، بدك تختاري شخص، وفيك تختاري حالك، يعني فيك تقولي بختار حالي او بختار مثلا ايه، تمام، وترمي الزهر. اذا اجى رقم ستة هالشخص بده يطلع، بيطلع برا اللعبه. اوكي، فلازم بهاللعبه رقم ستة ما يطلع الا اذا كنتي انت مختار شخص غيرك. يعني مثلا انا اذا رميت الزهر، اوكي، بقول انا بختار حالي، رميت الزهر طلع ستة، انا بطلع برا. بس اذا طلع رقم ثاني غير الستة بضل باللعبه. طب كان اي قادر رول اذا عجبتك او لا؟ شو؟ اوكي، مثلا لو الدور الاولاني ما حدا، او مثلا انا عدت الدور لنقول 1 2 3، انت حتلعب؟ هي كانت رول، صارت ويت هذا 1 2 4 6 8 9. لو انا عدت اللعبه 9 مرات ما فيني ارجع اختار نفس الشخص، فلازم انه مثلا لنقول انا اخترت تيم، نكست راوند اي كانت تشوز تيم، I have to choose Amar. Okay. فهمت؟ مشان يكون fair. Okay. تمام. Yeah. يعني الشخص فيك تختاري مرة واحدة. سواء حالك أو حدا تاني. Exactly. Okay. So حنبلش من عند عمار. عمار. قبل ما ترمي الزهر بدك تختار شخص. لا أنت حقير. أنا بختار. اوكي راح اختار غاليه هلا. راح تختار غاليه. راح اختارها ما اختارها. اوكي. هلا لو طلع رقم ستة غالية بتطلع برا، بدك ترميها هيك مش تحط لي اياها هون. اوه غالية ضلت. اوكي سو دورك غالية. دورك خلص انا بعدين. اوكي يلا اعطيني. اوكي انا راح اختار، انا بعرف حظي حلو فحيطلع لي ستة وحطلع. لا لا حختار، انا حختار حالي. اوكي اذا طلع رقم ستة انا بطلع. ثلاثة اوكي يلا دور غالية. مين تختاري؟ تيم. اوكي تيم بيضل شهد. انا رح اختار فؤاد. عيد عيد. لا هلا بتطلع ستة. فؤاد ايه؟ يا الله باقي نقطتين. يلا مين بتختاري؟ انا حاختار سارة. ليه؟ او ماي جاد. ليه تكلميني يعني؟ ستة خلص ما حاختار. لا ما في تغيري، ما في تغيري سارة. يلا آية. خلص مطلع براستين، بحختار تيم. ثواني ثواني، في حدا يختار اكثر من نفس الشخص صح؟ فيك. اوكي تمام. اوه تيم ما بيطلع. فؤاد بجيب 7 كيف ما بعرف. فؤاد مين رح تختار؟ في غيرك؟ مين تختار؟ بلكي اختار عمار تيم. والله ما بعرف. يلا 2. يلا سارة مين؟ لمع. يا رب يطلع حظي. اوه عمام مش وين الستة بطلت تطلع؟ يلا موجودة؟ شوف موجودة الستة في يلا آية. آية. اوكي يلا عمار. انا بعرف حالي حظي زبالة فاختار حالي. اوه أربعة. أربعة. انا هالمرة حكون حقير. اختار سارة. اختار سارة. يا رب. اوكي. محظوظة. مين؟ مين؟ بختار فؤاد.
هلا شاب حختار ثلاثة محمد ليه؟ جماعة وين رقم ستة في اللعبة؟ ليش ما عم يطلع رقم ستة؟ تعال عمار حط كارت عمار برا لا مش بيغلى يلا يلا يا حرام اوكي اللي بعده مين تختار؟ ما فيك تختاريني هلا لما اختاروا تاني 10000 مرة لا انت ما فيك تختاري ما في ما فيك شهد 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 ولك 200 درهم مين؟ هايس مروان ها يلا يا اختاري حدا يلا اختارت اوكي سارة طلع له واحد كان مختار غالية غالية ما طلعت هلا فؤاد كان ما يضل لحاله لا بتقرف يلا يلا مين؟ غالية مرتو خطا ماما اوه اوكي اوكي اللي بعده طيب بما انه ثلاثة على غالية يا كلها غالية يلا اوه والله غالية ما تطلع والله انا في شيء من ضلعي يلا تعيم مين؟ فؤاد لا 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 ترمية اوكي انا حختار تيم يلا حداك الدور الجاي تجيب ستة اوكي يلا مين هلا يلا اوه نو غالية لهلا ما حنطلع غير يلا شهد يا جماعة وين الأرقام الستة وينها؟ بس على لما قول له شو الزهر هذا؟ زهر زهر خربان أنت جايبه لك لو صرخت شوي كان طلع صفر ما طلع واحد يلا تعي مختار على الولاونة اوه رجعت خير ليك على ورتي ليس التحدي انا حختار فؤاد ليه والله حظ خاوي والله حظ جوزك يلا غالية مين لا عسارة يا اوه يلا سارة ربي اذا الفوز بدي ما في نوم يلا سارة اختار حالي اختار حالي يا حرام صار ساعة بتختار الناس ما طلع له إلا عليك على عزك سبحان الله يلا تيم باقي تيم ولما وشهد وغالية وأنا والله يلا مين لا مش أنا أعوذ بالله أوه اختارني هلا حختار أنا مين أختي يا مرحبا اطلع برا حبيبي مرحبا يا حفرة اللي اخي شو لا غير سدوا واستريح انا عارف حاطين احطاطي ماشي انا بورجيك
يلا ما شهد لا اختلط هذيك مره احنا بالتالات ما لنا اثنين يلا تايم انا بختار حالي تايم بيختار حاله حبيبي انت خمسه عزيز انا خلي ايد اليمين هاي مين اختار غاليه يا خمسه يلا غاليه حبيبتي مو انا اللي قلعت لك زوجك بس نكون بالصوره مو انا اللي ولا مره انا حطيت عليك يلا صار مرتين لا والله اول مره يلا يلا مش حتربح مليون يلا يلا يا حظي من غيث مين حظك من غيث انا بختار شهد نشوف اذا حظي حلو ولا لا اوه بعد مرتي ولا انت باي شهد هوب امي يا حبيبتي الحمد لله امي حبيبتي اوكي يا حرام يا شباب يلا ما شو هاد بطل يطلع رقم ستة شهد يلا تايم شهد خمسة شو هاي هيك انت هيك خمسة هرجع اختار هالمرة اخوي العزيز جاهز حالك لتقوم برافو عليك حد يتحداني انه قبل جاي شو ستة اوكي خلاص تمام لا انت برا ما حيزبط التحدي مين تختاري جيم شهد يلا شهد يلا يلا غالي ليه غالي غالي هيك نحن بننتظر حختار حالك تايم حالك اللي بعده ما حد يلا لا انا بعد كده اختار حاله طلع ستة ما بدي يلا راح اختار تايم تايم بس شفتي يلا بسرعه عشان ما باقي غير انا وياهم من نفس العيله ايوه خلص على الحمد لله شفت قلت الحمد لله صح يلا لما شهد ما بدي العب يلا غيث يلا نسوان اللعبه بس وغيث شو هذا يا شهد اوه شهد برا باي غاليه ولا مو انا يلا غاليه أنا فرجيك يا غيث مروان استنى خمسة خمسة واحد شفت غالية وليه تأمن علي تغلب علي بعد أنا لما أوه يلا غالية يلا غالية لا لما لا اختاري حالك لا حالك لما أنا أو أنت مين اختفي بابا سك الرول بابا أوكي عشان هختار انت ما فيك ليكي ليكي حالكم هلا انت فيكي تختاري غاليه بعدين انا بعدين بدك تختاري حالك ايوه هلا انا حختار حالي اوكي وحطلع برا برافو يلا نسوان لحال هلا صار هذا تحدي نسوان ايوه ثاني شوي نعم مره بدكم يلا غاليه هلا بدك تختاري حالك اوكي يلا يا رب ما تصيري ما تجيبي ستة غالية فوزي ولك شنطة من عندك لا ما بدك تختاري حالك يلا فوزي يا غالية غالية حتختار لما لما فوزي ولك شنطة جوتشي من غيث غالية خمسة لما مين حتختاري؟ غالية لا 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 مرة انت مرة ايه هلا مين؟ يلا هلا انا هلا تختاري حالك لا يا بنتي الله مبروك لعبة هلا حنلاقي رقم اذا بجيبه لا انا بدي نك انا بدي نلقي رقم انت حترمي طيب يلا نقي لي رقم اوكي حنقي لك
ثلاثة. لا لحظة بس هذا رياكشن أربعة. واحد. واحد. لو إجا واحد أنا بطلع. أنت لا إيه أنت بتطلع صح. اثنين. شو بدك؟ خمسة. بس ركز على رياكشن تبعه. رقم واحد اختار رقم خمسة. خمسة؟ طلعت انا هذا ولا مرة في اسمه لك يا ابل انت اللي بس ولا عمي انت